نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نرجع إلى حديثنا الذي كنا نتحدث فيه، والذي ينبغي أن لا يغيب عنا، لأن ارتباطه بسبب فلاحنا ونجاتنا عند ربنا، أعني حسن الخاتمة. يا عباد الله، سعينا الذي نسعاه، خبطنا الذي نخبطه، ضربنا في الأرض، هذا كله ما ترون، ما تأكلون وما تشربون، ما تلبسون وما تسكنون، هذا قال امرؤ القيس فيه في الزمن الأول. أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. وقال فيه ربنا ما قام خيرا مما قال فيه امرؤ القيس: وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق عجى، كل ما نحن فيه متاع الغرور، غرور. فلذلك يا عباد الله، لا ينبغي لحريص، لعاقل، لمشفق على نفسه أن يغفل عن تطلب حسن الخاتمة، ليكون لسانك رطبا بسؤال الله حسن الخاتمة. حسن الخاتمة أمارة على ما بعدها يا عباد الله، ولكن قلت لكم إن ربنا سبحانه بيّن لنا بعض الأسباب التي بها ينيل ربنا عبده حسن الخاتمة. أول تلك الأسباب التي كنا ذكرنا هي لا إله إلا الله، وثاني الأسباب التي أذكر لكم هي التقوى. ربنا سبحانه يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذا دخلت الجنة معناها أعطاك حسن الخاتمة. إذا كان الجنة يدخلها يرثها المتقي، معناه أن المتقي يحسن ربه خاتمته. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لا يرثها غير المتقين. ولذلك تفهمون لماذا ربنا سبحانه يوصي أول خلقه وآخرهم بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية ربنا سبحانه لأول خلقه وآخرهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، غير تقل، هذه فقط. وهذا الذي يذكره ربنا إجمالا يعيده على وجه التفصيل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل الأمم تأمرها رسلها بتقوى الله، علاش؟ حسن الخاتمة.
ربنا سبحانه يعني استقرئوا القرآن، استنطقوا القرآن، ارشفوا فيه، ترون عجبا للمتقين. عجبا، أول شيء المتقي ربنا سبحانه يكفر عنه السيئات، يغفر له السيئات، والحسنات اللي عنده يضاعف له الأجور، يعظم له أجر الحسنات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. فإذا كفر عنه السيئات وأعظم له الأجر يخاف، يحزن، يتخلع. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إذا لم يكن من الخائفين ولا من الحزنين، وقد كفرت عنه السيئات وأعظم له الأجور، نهار يدخل سيدي ربي وكل شيء يدخل الجهنم، يخليه ولا يخرجه. وإن منكم إلا واردها، جهنم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وإذا نجاهم سيدي ربي في غنتهم الجنة، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام أهل. ويرفعهم التقوى إلى أن يكون بهم في عليين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى يا عباد الله، التقوى. وهذا الشيء تفهمون أنه لما كانت التقوى سببا في حسن الخاتمة. ما هي التقوى؟ ها احنا عرفنا التقوى وفيها هذا الشيء الخير، اشنا هي؟ لا تظن ان التقوى لكي تكون المتقين تحتاج تصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام كل شهر وتقوم الليل وتصدق، لا. هذه درجات عاليه في التقوى. المتقي من ترك المحرم وفعل الواجب، تفعل الواجبات، تترك المحرمات فقط، ما بغيتيش دير المستحبات بلاش، ما بغيتيش ترك المكروهات بلاش، ترك غير المحرمات وفعل الواجبات، تكون من المتقين. فمن لا يصلي ليس من المتقين، يخاف على نفسه سوء الخاتمة. من يشرب الخمر، من يزني، يفعل المحرمات، سأل الله العافية، هذا ليس من المتقين، يخشى عليه سوء الخاتمة. ولكن بزاف الناس هذا الشيء عارفينه، الصلاة هو غير يصلي، رمضان غادي يصوم، الزنا ما يزنيش، الشرب ما يشربش، ولكن سيفعل محرمات في جهات أخرى. البناء الذي يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ولا يشرب خمرا ولا يزني ويغش في البناء، هذا تظنونه من المتقين؟ هذا يظنون نفسه من المتقين؟ أحد يجي للجمعة يصلي الجمعة ولا يصلي الفرض؟ ليس منا من غش، يخاف على نفسه سوء الخاتمة. الموظف الذي يحتاج لكي يعطي صاحب الحق حقه يريد الرشوة، هو تيصلي في الجامع، هو تيصلي الجمعة، هو تيصوم رمضان، هو ما يسكر وما يزني، ولكن لا يعطي صاحب الحق حقه حتى يأخذ الرشوة. وما تسميهاش الرشوة، يسميهاش رشوة، وبالعكس يمكن قاعد هي معك اللي تعطي انت الرشوة، يقول لك الله يخلف، اي الله غادي يخلف ليا، وانت لما تبتيش غادي يعذبك. لست من المتقين، تخاف على راسك حسن الخاتمة سوء الخاتمة. الطبيب الذي يأتيه الإنسان ما يحتاج هذه كثرة الراديو، كثرة التحاليل، لا دير التحاليل باش ياخذ معمول التحليل الفلوس، ودير الراديو باش ياخذ معمول الراديو الفلوس، ها هو يمشي كل رمضان يمشي يختم العشرية من الخرف رمضان في العمرة، هذا من المتقين؟ ليس من المتقين، ينبغي أن يخاف على نفسه سوء الخاتمة. الممثل المغني الذي ينشر الفجور ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. عباد الله، التقوى طرق شعب ليحذر الإنسان من المحرمات، وليأتي الواجبات طلب يطلب حسن الخاتمة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن والاه. وبعد، عباد الله، قال ابن حزم العالم المشهور الأندلسي هذا المعروف، قال: ندر أن يكون المتقي يصاب بالبلايا في الدنيا وبالهم وبالغم، نادر جدا. تدرون لماذا؟ أنا ذكرت لكم أحوال المتقين، ثمرات التقوى، لكن ما سمعتموه ليس، أنا ما ذكرت لكم إلا ما يتعلق بشؤون الآخرة. الدنيا ينتفع المتقي فيها بتقواه، من منا لا يأتيه الغم، لا يصيبه الهم، لا يأتيه الضنك، لا يصيبه الضيق، لكن المتقي ربنا سبحانه يقول فيه: ما تحفظونه جميعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن شوفوا إبليس كيفاش يلعب بالناس، يجيك الهم والضيق تتقلب كيفاش تخرج من الضيق بالحرام. كذا وايضا غادي نمشي هذاك ندور معاه باش يدير ليا، ونمشي عند هذاك ندور معاه باش يدير ليا، وشكون فلان اللي كنعرف فلان. يا أيها الأحمق الذي لا ينظر لنفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من الضيق يجعل لك، من الهم، من الحقرة يجعل لك، من العدوان، من الظلم، كل شيء يجعل لك. إلا ما يجعل لكش معناتها أنت ماشي من المتقي، ما بغاكش سيدي، ما لقاكش سيدي ربي كيبغاك، داكشي علاش ما يجعل لكش. ما سيدي ربي قال: ومن يتق الله يجعل له. تعرف هذه من حرفه شرط، معناتها كاين الشرط غير دير الشرط يدير لك سيدي ربي المشروط. ومن حرفه شرط، يتقي فعل الشرط يجعل له جواب الشرط، هذه العربية، وهذا سيدي ربي اللي تيقولها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عندك المشاكل، أمورك معكسة، وشوف راسك. ومن يتق الله، أنا قلت لكم هذه التقوى شأنها عجب، في الدنيا سمعتوا، في الآخرة تأخذ لك من يدك شدك تدخل في الجنة. يقع قريتها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واش كتسمعوا كلمة سيقة ماشي وذهب ومضى، لا، وسيقة دوهم شدوهم وغادين بهم تدوهم، ما تكلف، ما تحزن، ما يهضر معك حتى واحد يقول لك اجي انت في غادي، لان انت غير ذهب بك. وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنه زمرا حتى اذا جابوها وفتحت ابوابها. ماشي قاعد تفتح انت، ماشي انت تفتح، ماشي كتدق تقول انا جيت، لا، غير تجي يفتحوا لك الابواب. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الناس قاع مخلوعين، واللي مشى راه تتعذب وتسمع أنت أخواتهم، وأنت تفتح لك البيبان وتجيك الملائكة وتقول لك سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، ما كاينش اللي يخرجك. ونهار الدخول، مني كتدخل هذوك تما اللي فيها اللي غتلقاهم، ربي تيجد لك، يجدد لك، يمتن لك الروابط بهم. ماشي تشوف شي واحد تقول انا بغيت هذاك الشيء، الحسد. ونزعنا ما ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. تقدير ما كاينش، تقلق ما كاينش، غير النشاط، غير الفرح، وما هم منها بمخرجين. يا رب ادخلنا الجنة. يجدد ربي الروابط. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، شو هذه الكلمة هذه؟ يا عباد الله، شو هذه الكلمة؟ سيدي ربي تيقول لك أنت عبدي، أنت ديالي، أنا محسوب عليا. وهذا تكون في المقاطعة يجي غير القايد يقول لك أجي فلان وصاحبي، يشوفك الناس تفرح أنت، أي القايد. أما إلا هدر معك الوالي ولا هدر معك العامي ولا هذا سيدي ربي. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذه التقوى.
سيدي ربي لما يقول لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بغلينا سيدي ربي الخير. يروى أن علي رضي الله عنه وقف على مقبرة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وعما قليل بكم لاحقون. اللهم اغفر لهم وارحمهم ودع معهم. إلى أن قال: يا أهل القبور، أما النساء فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو نطقوا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ومن حزبك المفلحين، ومن الغر المحجلين، واجعلنا لك كما تحب، فإنك لنا كما نحب. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.